الناس بتشوف البرنامج بتاعك يبدا من الساعه 11. ايوه الناس ما بتشوفش ايه اللي بيحصل قبل البرنامج. علقه. هل بقى وقت البرنامج او وقت المذيع كابراهيم فايق اعلامي بيبدا من اللمبه الحمراء ما تشتغل في الساعه 11 ولا هو بيبقى قبل كده؟ لا انا يومي بيبتدي من الصبح بدري، يعني بيبتدي ممكن من الساعه 9 الصبح، ودايما ببقى على تواصل مع فريق الاعداد وبشوف بتابع الدنيا ماشيه ازاي. العكس الساعه 11 دي اسهل حاجه بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي الساعه 11 دي احنا خلاص جوه البرنامج، فاللي ذاكر ذاكر يعني، واللي اجتهد اجتهد واللي اشتغل اشتغل. انما شغلي بيبتدي من بدايه اليوم، مش من بدايه اليوم كمان، هو من اليوم اللي قبله، يعني الحلقه اللي خلصت احنا بنفكر في الحلقه اللي بعديها. ازاي في الشغل بتنسق مع فريق العمل؟ وهل طول الوقت وانت على الهوا الايربيز لازم ناس كتير بتكلمك ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وتتضايق من الموضوع ده ولا لا؟ بتضايق جدا، وانت عارف ان انا بتضايق، ما بحبش حد يكلمني في الايربيس، ويعني انا ما بحبش حد يكلمني في الايربيس، لانه خليني اقول ده يمكن ناس اول مره تعرفه، انا تلات ارباع الشغل اللي بشتغله بيبقى افكار مترتبه في دماغي. انا يا جماعه عشان حضرتك تكونوا عارفين، انا ولا عمري في حياتي قريت من اوتو كيو، يعني عمري ما قريت حاجه من اوتو كيو. انا بطلع بانفعالاتي بشكلي بكلامي بطريقتي بكذا بكذا بكذا. الحقيقة. فانا ولا حتى كمان في مداخله بحب حد يفتح عليا الاير بيس مع ضيف، لان انا ببقى مركز جدا جدا في الكلام اللي هو بيقوله، فببقى عايز اجهز السؤال اللي بعديه، فما حد بيجي بقى انت عارف القصه. فطبعا في ابجديات يا جماعه في الاير بيس لما يتفتح ما بتحصلش احيانا كتير، فبتخليني مستفز يعني. انما بالنسبه للتنسيق مع فريق العمل، انا بفضل الله يمكن انا بقول الكلام ده في كل وقت، يعني مفيش حد بينفع ينجح في اي مكان الا اذا كان عنده فريق قوي. وفي الشغلانه بتاعت الاعلام مفيش حاجه اسمها الوان مان شو، يعني المذيع ده لو هو مش في ظهره فريق اعداد قوي جدا وبيشتغل على طول ومش موظفين وشقيانين وتعبانين وعارفين النعمه اللي هم بيشتغلوا فيها. النعمه دي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم ربنا اداهم واداني فرصه ان احنا نصحى الصبح نلاقي شغل. فاذا هم طول الوقت فاهمين ده وانا فاهم ده، هنفضل طول الوقت نحترم الناس ونحترم نفسنا، فنقدم كل يوم حاجه جديده. احنا بنجتهد جدا وبنتعب جدا، وكفريق عمل بنتعب جدا، وانا كمذيع بتحمل حاجات وضغوط كتيرة جدا وكبيرة جدا جدا يمكن الناس ما بتعرفش عنها، وضغوط يومية صعبة جدا جدا على اي حد يقدر يتحملها. بس في النهاية احنا بنطلعش شكاير اسمنت لحد الدور العاشر في درجة حرارة 40. احنا في النهاية بنشتغلش نطلع رمل فوق وننزل رمل من تحت. احنا في النهاية ربنا ادانا نعمة ان احنا بنعمل حاجة بنحبها قصاد ناس تانية احنا بنعملش حاجة، قصاد ناس تانية شقيانة وعرقانة وتعبانة وبتجيب اللقمة بالصعوبة احنا مش حاجة. فاذا احنا مش فاهمين انه احنا في نعمة، والمفروض النعمة دي نحافظ عليها، لان احنا في الاخر بنشتغل عند الناس وبنقدم لهم جانب ما ترفيهي، علشان الراجل ده اللي شقيان طول اليوم اذا روح وفتح التلفزيون يلاقي حاجة كويسة فيتبسط، يبقى انا محتاج اغير مكاني واغير فريق العمل او امشي، لان انا ما استحقش المكان ده. فدي نقطة مهمة، لازم التنسيق يبقى او الشغل نفسه يبقى على الابجديات ديت، عشان الناس ما عندها حافز طول الوقت تعمل حاجة كويسة. واحنا بنتكلم في قصة الايربيس، هل في مرة خرجت عن تركيزك؟ خرجت عن تركيزي؟ لا، هو الفكرة انا ما بقاش حد يكلمني في الايربيس. مثلا انا في ضيف بيتكلم معاه فبيقول لي ولا كذا كذا ولا انت شايف ايه؟ فواحد قرر فجأة مرة واحدة ان هو مدايس على الاير بيس يقول لي، فهو بيقول دي ولا انت شايف ايه؟ فانا لا سمعت ده ولا سمعت ده، ففي جابة في الهواء، في مرحلة سكون كده، فانا ساكت لان انا ما سمعتش الراجل قال ايه، فانا مش فاهم هو سكت ليه ولا فهمت ده قال لي ايه، فاهم الفكرة عاملة ازاي؟ فانا مش مستغرب هو الضيف وقف ليه، فمعيش قول كده اللي انت قلته تاني. فده طبعا دي مشكلة كبيرة، لانه في الابجديات بتاعت ازاي افتح الايربيس على مذيع، انا بفتح الايربيس في سكته، حاجه اسمها بنقول عليها هسه. الهسه ديت اللي هي ما بين جمل الوصل او جمل الربط. في الهسه دي انا هفتح اقول الكلمه، مش هفتح اقول له موضوع تعبير. ده برضو في التكنيك هو الناس مالهاش دعوه بيه، لكنه في النهايه برضو ايه، انا ما بحبش حد يفتح عليا الايربيس بصراحه، ما بحبش حد يفتح عليا الايربيس يعني.